بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحبكم من جديد في حصتكم لمات الرياضيات، لنواصل معكم تقديم الدروس والتطبيقات الخاصة بمات الرياضيات والموجهة خصيصا للأقسام النهائية الشعب العلمية، والذين بالطبع يحضرون لامتحان شهادة البكالوريا، ونخص بالذكر خاصة شعبتي الرياضيات والتقن الرياضي، لأن درس القواسم المضاعفات خاص فقط بهاتين الشعبتين. ومواصلة لدروس القواسم المضاعفات، بعد ما تعرضنا إلى درس الموافقات في زاد وعطينا بعض التطبيقات، وما زال عندنا تطبيقات أخرى سوف نراها لاحقا عند معالجتنا لبعض تمارين البكالوريا، اليوم سوف نتطرق إلى درس مهم جدا يتضمن مبرهنتين أساسيتين يعتمد عليهما الاختصاصيين في تحضير تمرين القواسم المضاعفات الذي يعطى عادة في امتحان شهادة البكالوريا لطلبة شعبة الرياضيات والتقني الرياضي. هاتين المبرهنتين هما مبرهنتا بيزو وغوس. طبعا نظرا لأهمية هاتين النظريتين وتطبيقاتهما الواسعة، ارتأينا أن نقسم الدرس هذا إلى قسمين. القسم الأول نتعرف فيه إلى مبرهنة بيزو وتطبيقاتها، والقسم الثاني سوف نراه لاحقا في حصة أخرى بحول الله، لكي نطبق أو نتعرض لمبرهنة غوس وتطبيقاتها. إذا نبدأ في القسم الأول من هذا الدرس، وهو مبرهنة بيزو وتطبيقاتها كما هو موجود في أعلى الصفر. إذن لنبدأ هذا الجزء مع مبرهنة بيزو. إذن كعنوان مبرهنة بيزو، أولا نعطي نص النظرية، ثم نثبت هذه النظرية. وما عليك عزيز طالب إلا أن تحفظ هذه النظرية لأنها مهمة جدا، وفي كثير من الأحيان في تمارين البكالوريا يجبرني باستخدام نظرية بيزو أن نثبت أن A و B أوليان فيما بينهما. طبعا لو ترك لي الاختيار، يعني لما يطلب مني أثبت أن A و B أوليان فيما بينهما، عندي طرق كثيرة لإثبات أن A و B أوليان فيما بينهما. مثلا من بين الأمثلة نستعمل خوارزمية إغليدس. إذا نجري القسمات المتتابعة للعدد الأكبر على العدد الأصغر إلى أن نجد آخر باقي غير معدوم، وطبعا آخر باقي غير معدوم يجب أن يكون واحد لكي نثبت أن A و B أوليان فيما بينهما. طريقة ثانية، نحلل الأ والبي إلى جدا عوام الأولية، ونستعمل قاعدة القاسم المشترك الأكبر. إذن على ماذا تنص هذه المبرهنة؟ تنص على ما يلي: أ فاصلة بي عددان صحيحان، يعني من زاد أ وبي عددان صحيحان. إذن أ وبي أوليان فيما بينهما، إذن A و B أوليان فيما بينهما. حاول عزيز الطالب أن تفرق بين كلمة أولي وأوليان فيما بينهم. أولي تحتاج إلى عدد صحيح واحد، أوليان فيما بينهما لكي تعرف هذه أو هذا المصطلح يجب أن يكون عندك عددان صحيحان. إذن بالنسبة للأولي، A أولي في أين طبعا؟ متى؟ إذا كان له قاسمين فقط، الواحد نفسه، هذا الأولي. أوليان فيما بينهما يقتضي أن يكون القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي واحد. طبعا واضح الفرق بين هذين التعريفين. أو بأوليان فيما بينهما إذا وفقط، إذا لما نكتب إذا نكتب هنا خطين نقصد بها
اختصار لكلمة إذا وفقط إذا، وإذا وفقط إذا معناها تكافؤ منطقي. إذا وفقط إذا وجد عددان صحيحان، سميهم كما شئت، ألفا بيتا ام ان اكس واي، تحر اي و في، يحققان العبارة التالية اي ا زائد في بي يساوي واحد. إذا هذا هو نص مبرهنة بيسو. إذا نعيد صياغة النظرية لكي تترسخ في أذهانكم جيدا. إذا المبرهنة هامة جدا، نستعملها لإثبات أن عددين صحيحين بصفة عامة يكون أوليان فيما بينهما. هذه المبرهنة تدعى مبرهنة بيزو، اللي هو عالم رياضي. إذا أو بي عددان صحيحان، أو بي أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا وجد عددان صحيحان اي و في، يحققان اي ا زائد في بي يساوي واحد. قبل اعطاء الامثله نود ان نثبت هذه النظريه. طبعا فيها استلزام واضح، واستلزام ينبغي ان نبينه لكي يكون اوضح. اذا مع الاثبات، اذا اثبات المبرهن إثبات. إذا لدينا استلزامين. إذا أولا إثبات الاستلزام الأول، أي ماذا نثبت؟ أي نثبت أنه توجد ثنائية إي و في من زاد مربع تحقق A زائد V B يساوي واحد، مع العلم أن A و B أوليان فيما بينهما، أي إثبات وجود ثنائية E فاصلة V من زاد مربع تحقق الاستلزام التالي. ما هو هذا الاستلزام؟ يعني إذا كان القاسم المشترك الأكبر بين الـ A والـ B، بين الـ A والـ B يساوي واحد، بمعنى A و B أوليان فيما بينهما، فهذا يستلزم وجود ثنائية E و V كما ذكرنا تحقق E A زائد V B يساوي واحد. إذا هذا هو الاستلزام المراد إثباته. طبعا هذا الاستلزام بمجرد تذكرك لخواص القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B نقول أن هذا الاستلزام مثبت فعلا واضح، هو حالة خاصة من الخواص، وهذا واضح وهذا واضح كحالة خاصة من خواص القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. لماذا؟ لأننا نعلم أنه إذا كان القاسم المشترك الأكبر لأ و بي يساوي دي بصفة عامة، لم نقل واحد، بصفة عامة سواء كان الواحد أو اثنين أو الأربعة أو عشرة أو أي قيمة، فإنه توجد ثنائية سميناها في الخواص ألفا بيتا، لا مانع باش نسميها هنا في حالتنا هذه إي و في، فإنه توجد ثنائية إي فاصلة في من زاد مربع تحقق الاستلزام التالي. يعني إذا كان القاسم المشترك الأكبر بين الـ A و B سميته D، فهذا يستلزم وجود ثنائية E و V من زاد مربع تحقق ما يلي E A زائد V B ماذا يساوي؟ يساوي D. هذا رأيناه في خواص القاسم المشترك الأكبر.
ما علينا إلا تعويض الدي بالواحد. إذا كان عوضنا دي بواحد نحصل على أن القاسم المشترك الأكبر بين الأ وبي يساوي واحد، معناه أ وبي أوليان في باب بينهما. إذا حتما توجد ثنائية سميناها في الخواص ألفا بيتا، هنا سميتها إي وفي نحتاجها في الإثبات. إذا إي أ زائد في بي يساوي دي. إذا هذا فيما يخص الاستلزام الأول، حالة دي يساوي واحد. إذا حالة خاصة نحب نوضحها أكثر، دي يساوي واحد، فإن قاسم المشترك الأكبر بين الأ والبي يساوي واحد يستلزم وجود ثنائية ذكرناها سابقا تحقق العلاقة التالية، نعوض هنا دي واحد، فنحصل على الاستلزام الأول. هذا فيما يخص إثبات الاستلزام رقم واحد. نمر الآن إلى ثانيا إثبات الاستلزام الثاني. نعكس العملية، هذا كان معطى يعني فرضية وهذا مطلوب، الآن نعكس العملية، هذا عبارة عن المعطى وهذا المطلوب. يعني ماذا نثبت له؟ إثبات الاستلزام الثاني، أي نفرض وجود، أي نفرض وجود ثنائية إي وفي من زاد مربع تحقق هذه العلاقة إي أ زائد في بي يساوي واحد. هذه معطات، ونبرهن أن القاسم المشترك الأكبر للعددين أ و ب يساوي واحد، بمعنى أن أ و ب أوليان فيما بينهم. كنصيحة دائما، ما دام تريد أن تثبت أن القاسم المشترك الأكبر قيمته واحد، فمن الأحسن الآن لكي ترجع إلى خواص القاسم المشترك الأكبر أن تسمي هذا القاسم المشترك الأكبر، سميه دي، لكي نستطيع أن نطبق القوانين. إذا نفرض أنه نفرض وجود ثنائية إي وفي بزد مربع تحقق هذه، ونبين أن أ وبي أوليان فيما بينهما، يعني القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي واحد. من أجل ذلك ننبه فيكم دائما، لكي تثبت أن القاسم المشترك الأكبر لعددين يساوي قيمة معينة، فمن الأحسن أن تسمي القاسم المشترك الأكبر تسميه دي. لماذا نسميه دي؟ لكي نرجع إلى خواص القاسم المشترك الأكبر ونستغله استغلال جيد. إذا من أجل ذلك نضع القاسم المشترك الأكبر للعددين أ و ب نسميه دي دائما بهذه الطريقة، ونبين أن دي يساوي واحد، فنكون بذلك قد أثبتنا أن أ و ب أوليان فيما بينهما. إذا مجرد ما نطبق الآن قانون تعريف القاسم المشترك فضلا على أنه قاسم مشترك أكبر، تتضح الخاصية التي نريد أن نطبقها. إذا لدينا القاسم المشترك الأكبر للعددين أ و ب سميناه دي. ما معنى هذا؟ طبعا استلزام وليس تكافؤ. بما أن دي قاسم مشترك، ما يهمنيش كلمة أكبر، المهم قاسم مشترك. ما معنى قاسم مشترك للعددين أ و ب؟ معناه يقسم الأ ويقسم البي، هذه أول شيء. طبعا المفروض ما دام هنا الصبر لا تكفي، المفروض يستلزم تحت يستلزم، نحاول نكتبها في هذا المكان لكي يكون عندي متسع من الصبر. اذا دي يقسم الا ودي يقسم بي، ما هي الخاصيه التي تتذكرها وتعينك في الوصول الى استخدام هذه؟ ما تنساش الان اذا عندك فرضيات يجب استغلالها. اذا نريد ان نثبت دي يساوي واحد،
ولكن بالرجوع الى معطيات التمرين. انت عندك هذا المعطى، بمجرد ما تشوف اي ا زائد في بي كتبناها في الخواص لو تذكروا، الفا ا زائد بيتا بي. اذا نتذكر هذه الخاصيه وهي اهم خاصيه، ما دام دي يقسم الا ويقسم البي فهو يقسم مجموعهم، يقسم فرقهم، يقسم الجدار. لكن اهم عباره قلنا يقسم ماذا؟ الفا في ا لو تذكروا، هذا تاع الدرس، بيتا بي بشرط يكون الفا وبيتا عددان صحيحان. اذا كحاله خاصه نختار الان الفا هو اي وبيتا هو في، فنحصل على هذه العباره. اذا يستلزم ان دي يقسم، طبعا هذا القانون كتبته، هذا قانون او نتيجه من نتائج القاسم المشترك الاكبر، وهي اهم نتيجه، حاولوا تذكروا. اذا عوض الفا نكتب اي وعوض بيتا نكتب في. قولي لماذا؟ لكي نرجع الى المعطيات ونستغلها. طبعا حيث اي فاصله في تنتمي لزد، طعنا بهذا الشكل معطات مش يعني اي وفي هذه بالضبط. اذا هذا يستلزم بما انه فرضيات عندنا اي ا زائد في بي كم يساوي؟ يساوي واحد. اذا دي يقسم الواحد. اذا يستلزم ان دي تنتمي الى دي واحد، لان دي هذا ليس قاسما فقط، هذا اسم القاسم المشترك الاكبر. ما دام اكبر فهو طبيعي، اذا تنتمي الى مجموعه قواسم واحد في ان. ما هي قواسم واحد في ان؟ فقط واحد فريد. اذا دي يساوي واحد. إذا أثبتنا ذلك. إذا القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B يساوي واحد، أي أن A و B أوليان فيما بينهما، ونكون بذلك قد أثبتنا الاستلزام الثاني. هذا فيما يخص النظرية أو المبرهنة وإثباتها. حاول عزيز الطالب أن تحفظ هذه النظرية وتحسن تطبيقها. طبعا لكي تتعلم تطبيق هذه النظرية في إثبات أن عددين ما أوليان فيما بينهما، نعطيك بعض الأمثلة التطبيقية البسيطة، وما عليك عزيز الطالب إلا أن تتابع معي حل الأمثلة التطبيقية لكي تحسن استغلال هذه المبرهنة. الآن مع تمرين تطبيقي بسيط يوضح لنا كيفية استعمال هذه المبرهنة لإثبات أن عددان صحيحان أوليان فيما بينهما. طبعا من الواضح أن هذه المبرهنة تستخدم فقط إذا طلب منا أن نثبت أن عددان صحيحان أوليان فيما بينهما. ملاحظة فقط، إذا كان السؤال مطلق يعني لم يجبرني باستعمال هذه المبرهنة، فيمكنك أن تثبت أن A و B أوليان فيما بينهما باستعمال هذه المبرهنة أو باستعمال أي طريقة أخرى، مثلا خوارزمية أقليدس، مثلا التحليل إلى جذاع عامل الأولية وتطبيق قاعدة القاسم المشترك الأكبر. لكن تلاحظوا في هذا التمرين أجبرنا باستعمال مبرهنة بيزو. إذا يجب تطبيق هذه المبرهنة لكي نثبت أن A و B أوليان بينهما فيما بينهما في كل حالة من الحالة التالية: حالة واحد، حالة اثنين، حالة ثلاثة. إذا قبل الشروع في الحل بإمكانك عزيزي الطالب أن توقف الفيديو للحظات وتحاول وحدك أن تطبق هذه النظرية في إثبات أن A و B أوليان فيما بينهما، ثم بعد ذلك تشغل الفيديو من جديد لكي تشاهد الحل. إذا بالنسبة للحالة رقم واحد، إذا سواء كان الحالة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، ففي جميع الحالات مطلوب منا إيجاد ثنائية E و V، ألفا بيتا لاندا جاما إكس إيكريك طاهر تسمية لهم، بحيث تحقق هذه المساواة. إذا حسب بيسو، إذا حاول نكتب هذه. إذا لإثبات في جميع الحالات، طبعا إذا لإثبات
إثبات أن A و B أوليان فيما بينهما يكفي إيجاد على الأقل ثنائية واحدة تكفي طبعا إيجاد على الأقل ثنائية E و V من زاد مربع يعني كل واحدة منهم تنتمي إلى زاد تحقق العلاقة هذه E A زائد V B يساوي واحد. هذه ما هي؟ هي مبرهنة بيسو. إذن هذا هو بالضبط نص مبرهنة بيسو. نبدأ الآن بالحالة رقم واحد. إذن ما هي هذه الحالة رقم واحد؟ إذن رقم واحد إذن عندنا A يساوي 9 و B يساوي 4. إذن مطلوب منك عزيز طالب أن تجد عددا مظروفا A زائد أو ناقص عدد مظروف الـ B يعطينا كم؟ واحد. لكي يسهل عليك إيجاد هذه الأعداد نعطيك طريقة. حاول تكتب هنا مضاعفات الأربعة وهنا مضاعفات التسعة اللي فرقهم يعني الفرق بيناتهم واحد هو المطلوب. يعني لو نكتب مثلا كمثال بسيط مضاعفات التسعة إذا أول طبعا في أن نتكلم مضاعفات التسعة إذا معناها من الشكل 9 كا إذا كا بصفر تعطينا صفر عوضوا كا بواحد تعطيكم 9 كل مرة زيدوا 9 18 27 36 هذه 9 في الرابعة 36 9 في الخمسة 45 9 في الستة 54 وهكذا. هذه مضاعفات الموجبة مضاعفات الموجبة لعدد 9 زيدوا منا مضاعفات البي. إذا مضاعفات الأربعة هي من شكل ربعة كا أول واحد هو صفر ثم ربعة كا يعني ربعة في واحد تعطينا ربعة ربعة في اثنين تعطينا ثمانية ربعة في ثلاثة تعطينا 12 ربعة في ربعة 16 ربعة في خمسة 20 ربعة في ستة 24 ربعة في سبعة 28 وهكذا. طبعا اللي راه فاهمها طول يكتبها طول لأن فقط اللي راه مازال عنده مشكل. إذا أولا قبل ما ندير المضاعفات هل فرقهم يساوي واحد؟ طبعا فرقهم خمسة مش واحد. إذا نغير هذا. حاول تلاحظ في مضاعفات تسعة ومضاعفات أربعة الفرق بين عددين يساوي واحد. هاك تلاحظ ها مثلا تسعة وثمانية هاو تسعة وثمانية فرقهم كم؟ يساوي واحد. معنى ذلك أن التسعة نتركها كما هي. أما هذه لكي نحصل على ثمانية نضرب الطرفين في اثنين هذه واحدة. مثال مثال آخر هنا واش راك تلاحظ مازال مازال لاحظ هنا 27 و28 فرقهم واحد أيضا 27 و28 الفرق نتاعهم واحد. يعني الأ تضرب في 3 باش تعطيني 27 نضرب الطرفين طبعا وهذه باش تعطيك 28 تضرب الطرفين في 7 هذا في 7 وهذا في 7 يعطينا كم 28. اذا حاول نخلي لك هذه كمسوده باش تفكر معي. اذا كيف نثبت ذلك؟ اذا طريقه اولى عندنا حد قدام طريقه طريقه اولى لدينا A يساوي 9 و B تساوي 4 يكافئ منطقيا. طبعا قبل ما نكتب مضاعفات الأربعة ومضاعفات 9 نشوف فرقهم هذا ناقص هذا ما يساويش الواحد. إذا يجب أن نضرب المعادلتين في عدد معين صحيح طبعا. إذا نحاول ندير لكم الطريقة هذه هنا عندكم 9 و 8 الفرق بينهما يساوي 1 هذه 9 تبقى كما هي. إذا A يساوي 9 كما هي. أما الـ B لازم نحصلوا على كم؟ على 8 باش تحصلوا على 8 نضرب الطرفين في 2 هذه 2 B وهذه في 2 تعطينا 8. إذا ماذا نفعل الآن؟ بالطرح دائما الهدف تاعنا وصول إلى الواحد لازم نوصل الواحد بالطرح وليس بالجمل لأن بالجمل يعطينا 17 نحتاجهاش هذه. إذا بالطرح إذا A ناقص B إذا A ناقص 2 B كم يساوي؟ يساوي 1.
خلاص صمنا الواحد، إذا نكتبها على الشكل إي و ذي لكي يسهل علينا إيجاد الثنائي. أي أو أ زائد في بي يساوي واحد، حيث إي و في في هذه الحالة اخترناها إي هي معامل أ إذا واحد، والفي هي معامل البي هي ناقص اثنين. نتساءل الآن هل هذا عدد صحيح وهذا عدد صحيح؟ الجواب نعم، واحد ينتمي لزاد ناقص اثنين ينتمي لزاد. إذا حسب مبرهنة بيزو فإن إي و في فإن أ و بي أوليان فيما بينهما. مادام راها جاتني زلة لسان قلت إي و في، إي و في أيضا مادام أنا عندكم أ و بي عددان صحيحان يحققان هذه العلاقة، معنى ذلك أن الـ A والـ B أوليان فيما بينهما، وكذلك الـ E والـ V أوليان فيما بينهما. إذن حسب مبرهنة بيزو فإن A و B اللي هو في الحالة الأولى أوليان فيما بينهما. هذه الطريقة الأولى. طريقة رقم اثنين، طريقة رقم اثنين، وهذا يبين لكم باللي في النص المبرهنة تنص على أنه إذا وفقط إذا وجد، لم نقل توجد ثنائية وحيدة، وجد بمعنى وجد على الأقل توجد ثنائية، ثنائية أو ثنائية. مثلا هذه الطريقة الأولى استعملها تلميذ معين، مثلا تلميذ استعمل هذه وجد الثنائية، الآن تلميذ آخر ممكن يذهب إلى هذه. لدينا طريقة ثانية، هذه مطرقكم هذه مسودة، لدينا الـ A تساوي 9 والـ B تساوي 4، لكي نحصل على عددين فرقهم واحد يجب أن نضرب الطرفين المعادلة الأولى في عدد صحيح والثانية أيضا في عدد صحيح. كتبت لكم مضاعفات الرابعة مضاعفات 9، هذا راكم تلاحظوا فرقهم كم يساوي واحد، إذا عندكم 27 و 28. الآن هنا لكي نحصل على 27 نضرب الطرفين في 3، أصبح 3 A يساوي 27، ولكي نحصل على 28 هنا نضرب الطرفين في ماذا؟ في 7، إذا أصبح 7 B تساوي 7 في الرابعة 28. الآن هذا بالطرح، لكن بالطرح مش هك، العكس. إذا 7 بي ناقص 3 أ، إذن هذا ناقص 7 بي ناقص 3 أ، 28 ناقص 27 يساوي 1. نصيغوها مثل النظري، نبدأ بالأ هو الأول، أي ناقص 3 أ زائد 7 بي تساوي 1، أي أو أ زائد في بي يساوي 1، حيث الثنائية إي و في اخترناها كم؟ الإي هي معامل الأ يعني ناقص 3، والفي هي معامل البي يعني 7. إذن وهي طبعا ثنائية صحيحة، لماذا؟ ناقص 3 ينتمي لزاد و7 ينتمي لزاد. إذن أ و بي أوليان فيما بينهما حسب بيسو، حسب مبرهنة بيسو. إذن لاحظوا مثلا التلميذ الأول وجد ثنائية صحيحة هي 1 ناقص 2، تلميذ آخر وجد ثنائية أخرى ناقص 3 7. إذن ليس شرطا أن جميع التلاميذ يوجدوا نفس الثنائية، ليس شرطا. إذن في نظرية بيزو يقدر كل تلميذ يجد ثنائية إي و في تحقق هذا المطلوب لكي يثبت أن أ و بي أوليان فيما بينهما. اللي راه مثلا ما عرفش كيف يستغل مضاعفة الأربعة مضاعفة التسعة ويجد الثنائية بسهولة، يمكن أن يستعين بخوارزمية إقليدس، هذه طريقة رقم 3، لكن لا يستعمل برهنة أو خوارزمية إقليدس لإثبات أن أ و بي أوليان فيما بينهما، لأنه مطلب مني باستعمال مبرهنة بيزو. إذا ممكن أن تستعين بخوارزمية إقليدس لتجد الثنائية، حتى وإن كان خوارزم إقليدس تثبت لنا أن أ و بي أوليان فيما بينهم، لكن لا مانع أن نستعين بها في إيجاد الثنائية. كنا قد حلينا تمرين من هذه التمارين في دروس القواس المضاعفة، ممكن ترجع له.
طريقة رقم ثلاثة، نستعين مش في الإثبات أنهما أولية، بخوارزمية إقليدس بدون جدول، بدون استعمال الجدول. مهم الطريقة، ماذا نفعل؟ نأخذ الأكبر، الأكبر هو 9 ونقسمه على 4. إذا 9 هذا واضح، لما نقسمه على 4 الناتج واضح، فيها 2 والباقي كم؟ باقي 1. هانا بينهم هذه 9 اللي هو المقسوم، والقاسم هو 4، ويهمني الباقي. ونحاول في كل مرة نكتب الباقي بدلالة هذين العددين، نظرا لأنها بسيطة. كون خرجتوا في الواحد هنا، مادام خرج في الواحد الأمور تكون بسيطة، لكن حاولوا تفهموا رقم 3 فيما بعد في عدة حالات باش نوضحوها أكثر. إذا مباشرة تقولي ومنه، تروح للواحد ومنه في مبرهنة بيزو نحتاج إلى أن هذه العبارة تساوي واحد. إذا الواحد الآن ماذا يساوي؟ يعني 9 ناقص 4 في 2 كم تساوي؟ تساوي 1. نظمها، أي التسعة هذه واش نقصد بها؟ نقصد بها الأ ناقص 2 هذه تبقى كما هي، البي كم قيمتها؟ 4. إذا هذه راها بي ناقص 2 بي كم يساوي؟ 1. يعني إي أ زائد في بي يساوي 1، مع الثنائية إي وفي قيمتهم كم؟ إي قيمتها معامل الأ إذا 1، والفي هي معامل البي ناقص 2 كما وجدناها في الطريقة الأولى. إذا بإمكانك، يعني اللي راه استعصى عليه الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، يضرب عدد في أ وعدد في بي بحيث مجموعهم ولا فرقهم يساوي 1 ولقى فيها صعوبة، ممكن دائما يستعمل الطريقة هذه، يستعين بالخوارزمية ثم يكتب للواحد بدلالة الأ والبي، فنحصل على هاته الثنائية. قبل ما نسترسل في الحل، ملاحظة مهمة نعطيها. إذا الثنائية، الثنائية إي فاصلة في المذكورة في مبرهنة بيزو ليست واحدة، وأحسن دليل المثال الأول. إذا نستطيع أن نجد عدة ثنائيات من الأعداد الصحيحة التي تحقق إي آ زائد في بي يساوي 1. الآن مع المثال الثاني أو الحالة الثانية، 2 آ يساوي 2 آن زائد 1 وبي تساوي 3 آن زائد 1، حيث آن عدد طبيعي. المطلوب إثبات باستعمال مبرهنة بيزو أن آ وبي أوليان فيما بينهما، بمعنى أن نجد ثنائية إي وفي من زاد مربع تحقق إي آ زائد في بي يساوي 1. نظن هذه ما فيها الصعوبة. إذا عدنا آ يساوي 2 آن زائد 1 والبي تساوي 3 آن زائد 1، هذا يكافئ منطقيا. نحاول الآن نتخلصوا من الآن، لماذا؟ لنعدكم الواحد، مادام عدنا عدد طبيعي واحد ليس فيه آن، هذا يعني التخلص من آن. هذه استعملناها في تمارين القواس المضاعفات لو تذكروا. كيف نتخلص من آن؟ معامل آن في المعادلة الثانية يضرب في في طرفي المعادلة واحد، ومعامل آن في المعادلة الأولى يضرب في طرفي المعادلة الثانية، فيش مشكل. إذا نبدأ بهذا، هذا 3 يضرب هنا في طرفي المعادلة، تصبح 3 أ يساوي كم؟ 3 في 2 أ زائد 1، يعني 6 أ زائد 3. إذا ضربنا طرفي المعادلة الأولى في معامل أ تاع المعادلة رقم 2، 3 أ هنا 6 أ زائد 3، وهنا معامل أ هنا 2، نضرب طرفي المعادلة الثانية في 2، تصبح 2 بي يساوي 6 أ زائد 2. كيف نحصل على الواحد؟ بالطرح بهذا الشكل. إذا ومنه بطرح 2 من 1، بطرح 2 من 1 ممكن ترقبوها ولا تباشروا، 3 أ ناقص 2 بي، يعني هذا ناقص هذا. تقول لماذا طرح؟ لأن هذا في الوصول إلى الواحد، ما دام نصل الواحد كما هنا 3 ناقص 2، إذا أصبح
3 A ناقص 2 B 6 A ناقص T N تعطينا 0 3 ناقص 2 كم النتيجة 1 إذا تساوي 1 نبين الآن الثنائية التي وجدناها E A زائد V B يساوي 1 مع الثنائية E و V تساوي الـ E قيمتها 3 والـ V قيمتها كم؟ ناقص 2 3 عدد صحيح وناقص 2 عدد صحيح إذا الثنائية هذه صحيح إذا A و B أوليان فيما بينهما حسب ماذا؟ حسب مبرهنة بيسو وتنتهي الإجابة نمر الآن إلى رقم 3 بالنسبة لرقم 3 هي حالة عامة إذا A يساوي 14 و B يساوي 9 وهدفنا تطبيق مبرهنة بيزو لإثبات أن A و B أوليان فيما بينهم ملاحظة قلنا لو كان السؤال مطلق لم يجبرني باستعمال هذه المبرهنة بإمكانك أن تبرهن أن A و B أوليان فيما بين حسب خوارزمية إقليدس أو حسب طرق قديمة تعرفها أنك تحل 14 إلى جداع عوام الأولية و9 إلى جداع عوام الأولية وطبق قانون القاسم المشترك الأكبر اللي هو جداء العوام الأولية المشتركة وبأصغر أس إذا أنت حر هذا نحلوه بطريقتين طريقة أولى يكفي أن نجد ثنائية E و V عن طريق التجريب إذا قلت لك باش تجيك سهلة وبسيطة حاول تكتب مضاعفات الـ A ومضاعفات الـ B إذا عدي مضاعفات الـ A A تساوي 14 مضاعفاته ما هي؟ أول مضاعف هو 0 ما يفيدنيش ثم 14 ثم 14 في 2 28 ثم 14 في 3 يعني نزلوا 14 يعني تولي 42 وهكذا بالنسبة لمضاعفات 9 إذا B تساوي 9 أول مضاعف هو 0 ثم 9 ثم 18 ثم 9 نزلوها شحال تولي 27 ثم 36 وهكذا حاول تبحث لي على عددين واحد من هنا واحد من هنا فرقهم يساوي واحد لاحظ مليح واش راك تلاحظ هذه 28 و 27 فرقهم كم يساوي يساوي واحد اذا ما هو العدد اللي يضرب في A باش يعطيك 28 اذا هو 2 وما هو العدد اللي يضرب في B باش يعطيك 27 هو 3 اذا ما علينا الا ضرب الـ A طرفين في 2 لكي نحصل على 28 وضرب الطرفين في ماذا؟ في 3 لكي نحصل على 27 إذا عندئذ الأمور تكون واضحة إذا لدينا الـ A تساوي 14 والـ B يساوي 9 كما شرحنا سلفا كتبنا مضاعفات 9 ومضاعفات 14 وجدنا أقرب مضاعفين مجموع فرقهم يساوي واحد هو 28 و 27 لكي نحصل على 28 نضرب هنا في 2 2 A وهنا في 2 تعطينا 28 و 27 نضرب الطرفين في 3 تصبح 3 B يساوي 27 بالطرح إذا ومنه 2 A ناقص 3 B كم يساوي 28 ناقص 27 يساوي 1 أي وجدنا ثنائية تحقق UA زائد VB يساوي 1 حيث الثنائية E و V التي نبحث عنها E هي معامل A يعني 2 وال V هي معامل B ناقص 3 وهي ثنائية صحيحة إذا A و B أوليان فيما بينهما حسب مبرهنة بيسو مع الطريقة الثانية لإثبات أن A و B أوليان فيما بينهما قلنا يجب الاستعانة بخوارزمية إقليدس لكن لا نبرهن بها أن A و B أوليان فيما بينهما لماذا؟ لأنه طلب منا أن نثبت أن A و B أوليان فيما بينهما باستعمال مبرهنة بيزو
لذلك نستغل خوارزمية إقليدس ليس في إثبات أن آ و ب أوليان فيما بينهما، وإنما في إيجاد الثنائية إي و في من زائد مربع التي تحقق إي آ زائد في بي يساوي 1. طبعا نظرا لأهمية هذه الطريقة نعيد المعطيات من جديد. إذا نريد ماذا؟ نريد أن نثبت، إذا لإثبات، إذا لإثبات أن A و B أوليان فيما، طبعا ذكرناها في صدر الحل ولكن لا بأس بالإعادة. إذا لإثبات أن A و B أوليان فيما بينهما يكفي إيجاد الثنائية، يكفي إيجاد ثنائية، إذا يكفي إيجاد ثنائية إي و في من زد مربع تحقق العبارة إي أ زائد في بي يساوي 1. هذه هي مبرهنة بيسو. إذا هدفنا هو إيجاد على الأقل ثنائية إي و في تحقق هذه العلاقة. إذا نقول في الطريقة الثانية بالاستعانة بخوارزمية إقليدس لدي، طبعا كملاحظة خوارزمية إقليدس تثبت لنا أيضا أن أ و ب أوليان فيما بينهما، لكن في التمرين لا يريد هذا، يريد أن نطبق مبرهنة بيسو. إذا ماذا نفعل عندئذ؟ قسمنا الصبورة إلى قسمين، القسمة هذه نجري فيها القسمة الإقليدية. إذا نقسم الآن العدد الأكبر هو 14 على 9، طبعا هذه لا داعي لأن نوضح ما هو الناتج وما هو الباقي لأن عددين بسيطين. إذا 14 لما نقسمها على 9، إذا 14 لما نقسمها على 9 كم فيه؟ فيها 1 والباقي 5. واللي راه مش عارف يكتبها هنا 14 هذه مسودة، لما نقسمها على 9 فيها 1 والباقي 5. إذا فيها 1 والباقي 5. حاول نكتب المقسوم والقاسم والباقي اللي هما المهمين في هذه الحالة بلون آخر أو بعلامة مميزة. إذا هذا المقسوم وهذا هو القاسم وهذا هو الباقي. الناتج لا يهمنا كما قلنا في خوارزمية إقليدس. أنا يهمني طريقة إقليدس. إذا الطريقة تنص على أن القاسم المشترك الأكبر بين المقسوم والقاسم هو نفس القاسم المشترك الأكبر بين القاسم والباقي، هو نفس القاسم المشترك الأكبر بين الباقي والباقي، وهكذا إلى أن نجد آخر باقي غير معدوم. طبعا تتذكرون في تطبيقات القاسم المشترك الأكبر كيف وصلنا إلى إيجاد ثنائية. هذه لو تذكروا معي في تطبيقات القاسم المشترك الأكبر كنا أعطينا التمرين هذه النوعية. إذا كان القاسم المشترك الأكبر بين الـ A و B يساوي D فإنه توجد ثنائية ألفا وبيتا زائد مربع تحقق ألفا A زائد بيتا B يساوي D. وحلينا التمرين وجدنا فيه الأقل ثنائية ألفا وبيتا. نفس الطريقة نتبعها في إيجاد الثنائية E و V المذكورة في مبرهنة بيسو. إذا الآن نحاول أن نكتب الباقي بدلالة الأ والبي. الأ هي 14 والبي هي 9. إذا في كل مرحلة نكتب الباقي بدلالة الأ والبي. إذا هذه لو نسميها مثلا رقم 1 فنقول عندئذ في الجهة المقابلة 1 تكافئه. نكتب له الآن الباقي. إذا الباقي هو 5 بدلالة الأ والبي. إذا 5 ماذا تساوي؟ 14 ناقص 9. إذا 14 ناقص 9 اللي هي أ ناقص بي، أ ناقص بي. إذا هذه المرحلة الأولى نديرها في إطار. إذا انتهينا منها. نمر الآن إلى المرحلة الثانية في خوارزمية إقليدس. العناصر المؤشر عليها بالخطين يعني هذه وهذه وهذه هي اللي تمنا في خوارزمية إقليدس. الآن الانتقال، القاسم المشترك الأكبر بين المقسوم والقاسم
هو نفسه القاسم المشترك الأكبر بين القاسم والباقي. إذا نحاول الآن من جديد نقسمه 9 على 5. إذا 9 هذه لما نقسمها على 5 فيها واحد والباقي ربح، فنكتب عندئذ 9 لما نقسمها على 5 فيها واحد والباقي كم؟ 4. نعلم الأعداد التي تهمني. إذا هذا هو المقسوم الجديد، وهذا هو القاسم الجديد، وهذا هو الباقي الجديد. الواحد لا يهمني، النتج لا يهمني، ما يهمني. إذا هذه نسميها رقم 2. في هذه الخطوة نكتب أيضا الباقي هذا اللي هو 4 بدلالة ماذا؟ بدلالة الأ والبي، يعني بدلالة 14 يظهر فيها 14 وتظهر فيها 9. أول خطوة من رقم 2، إذا 2 هذه تكافئ 4، ماذا تساوي؟ اللي هو الباقي الجديد يساوي 9 ناقص 5. إذا 9 ناقص 5 وفعلا هي 9. هذا يهمني 9 نحتاجوه، الخمسة لا نحتاجوه، لذلك نعوضه بقيمته. هذه الخمسة نعوضها بقيمتها، لماذا؟ لكي نظهر 14. دائما في كل مرحلة هدفنا أن نكتب الباقي الجديد بدلالة 14 و9، يعني بدلالة الأول بي. لو نخليه بهذا الشكل الرابعة راه مكتوب بدلالة البي صحيح، لكن الأ ما يظهرش. إذا نعوضوا الخمسة هذه اللي حسبناها سابقا بقيمتها. إذا هذا يكافئ منطقيا، الأربعة تساوي 9 نحتاجها نتركها كما هي، ناقص الخمسة نعوضها بقيمتها. ما هي قيمتها؟ 5 قيمتها 14 ناقص 9، بمعنى أن الأربعة تساوي 9 ناقص 14 زائد 9. كم فيها من 9 وكم فيها من 14؟ إذا الأربعة تساوي، إذا انتهينا من نكتبها باللون الأحمر، إذا الأربعة تساوي ماذا تساوي؟ 9 و 9 مثل x زائد x تعطينا 2 x، إذا هذه تعطينا مرتين 9 هكذا ناقص 14. يعني لو نقراها بالأ والبي، الربعة راها تساوي 2b، 2b ناقص أ، 2 بناقص أ. إذا توصلنا الآن أن الباقي هذا اكتبناه بدلالة الأ والبي. الآن رقم 3، نعاود نتبعوا خوارزمية إقليس، نقسموا الآن القاسم اللي هو 5 على الباقي. إذا 5 تقسيم 4، 5 تقسيم 4 فيها 1 والباقي كم؟ 1. إذا نقسم الآن الخمسة، إذا هذه الخمسة قسموها على الربعة حسب خوارزمية إقليس، فيها واحد والباقي واحد. هذه رقم 3، ونأشر على المقسوم الجديد والقاسم الجديد والباقي الجديد. طبعا مادام وصلنا الباقي واحد تنتهي العملية. إذا واضح بلي هذين العددين الأوليان فيما بينهما حسب خوارزمية إقليس، لكن هو لا يريد هذا، يريد إيجاد الثنائي. الآن في هذه الجهة نكتب له 3 تكافئ، 3 تكافئ، ماذا تكافئ؟ نكتب الباقي اللي هو الواحد بدلالة 14 و9. إذا في المرحلة الأولى عدي الواحد هذا ماذا يساوي؟ يساوي 5 ناقص 4، إذا يساوي 5 ناقص 4. لكن هناك مشكل، أن الواحد نريد كتابته بدلالة الأ والبي، هنا راه مكتوب بدلالة الخمسة والربعة، خمسة لا نحتاجها والربعة كذلك. إذا نعوض الآن، الواحد تساوي الخمسة نعوضه بقيمته، ما هي قيمته؟ 14 ناقص 9، فنكتب 14 ناقص 9 هذه الخمسة، ناقص بين قوسين 4 نعوضها بقيمتها، هاي 4، 4 كم تساوي؟ 2 في 9 ناقص 14، 2 في 9 ناقص 14. إذا نردوا بالكم الآن لا ننشر، نحتاج إلى 14 ونحتاج إلى 9. إذا 14 تبقى كما هي نحتاجه، والتسعة أيضا نحتاجه، ندخلوا ناقص يعني ننشر، أصبح ناقص 2 في 9 ناقص في الناقص تعطينا زائد، يعني 14. كم لدينا من 14 وكم لدينا من 9؟ إذا بالنسبة
ل14، عندي هنا مرة وهنا مرتين، إذا عندي مرتين 14. والتسعة عندي هنا مرة وهنا مرتين، ثلاث مرات ولكن بالإشارة سالبة، إذا تعطينا ناقص مثل ناقص x ناقص 2x، إذا هذه ناقص x ناقص 2x، تعطي ناقص 3x، هنا تكون ناقص ثلاث مرات 9. ونحاول نتأكدوا هل فعل هذا صحيح؟ بالفعل، هذه 2 في 14 تعطينا 28، وهذه تعطينا 27، 28 ناقص 27 تساوي 1، إذا واضح؟ إذا نحاول ننظمها مثل هذا الشكل، الأ هو الأول، يعني 14 هي الأولى، والبي هي الثاني، يعني 9 هي الثاني. نظمها الآن مساواة تبديلية، نقدر نتبع الشكل، 2 في 14 هكذا، ناقص، أو نكتبها زائد بأحرى، ناقص 3 في 9، كم يساوي؟ يساوي 1. يعني هذه لو نكتبها باللون الأحمر للتوضيح أكثر، هذه معناها 2 أ، لأن 14 هو الأ، ناقص هذه هي البي، 3 في 9، 9 ما هي؟ بي، تساوي 1، يعني U لأ زائد V لبي يساوي 1، واضح؟ مع الثنائية، إذن وصلنا الآن إلى الحل، إذن توجد ثنائية E و V من زاد مربع تحقق العلاقة EA زائد VB يساوي 1، حيث هذه الثنائية تساوي الـ E قيمتها E هي معامل A قيمتها 2، والـ V هي معامل الـ B قيمتها ناقص 3، وطبعا قلنا أن هذه الثنائية ليست وحيدة، يعني ممكن تجد ثنائية أخرى، واضح؟ كما رأينا في الحالات السابقة، ونكون بذلك قد أجبنا على الحالات الثلاثة الخاصة بهذا التمرين بعدة طرق. أظن عزيز الطالب بهذه الحالات التي تعرضنا إليها في هذا التمرين، كونوا بذلك قد رسخنا مفهوم مبرهنة بيزو لدى أبناء الطلبة. ما عليك إلا أن تحفظ هذه النظرية حفظا جيدا، وتراجع هذا التمرين الذي يهدف إلى استعمال مبرهنة بيزو وكيفية إثبات أن A و B أوليان فيما بينهما. نكون بذلك قد أتممنا هذا الجزء من الدرس. بقي الآن الجزء الثاني اللي هو تطبيقات بيزو، سوف نتعرض له في الحصة القادمة بحول الله. إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.